البطولة زي ما انت قلت، يعني طالما النادي الاهلي بينظمها فلازم يبقى الهدف الرئيسي ان البطولة تطلع بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي. كان عندنا في البطولة من البداية، من ساعة تكليفنا بالبطولة شكلنا اللجان، وكان عندنا تحديات كتير في ملفات كبيرة كتير، يعني عموم الجمهور والتسويق. الحمد لله قدرنا يعني النهارده بس يمكن ونعلن ده لاول مره يعني قبل قناه الاهلي، خدنا موافقه الحمد لله بحضور الجمهور النهارده. الحمد لله ده طبعا كان في البدايه ما كانش موجود، وكان في محاولات الحمد لله، يعني كنا بنحاول كلجنه رعايه البطوله وفي مجلس الاداره كمان كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره كانوا يعني في محاولات ان الجماهير تكون موجوده. الحمد لله يعني خدنا موافقه النهارده، وطبعا عدد معين، والعدد ده احنا فتحنا السيستم عندنا للدخول، ناس تسجل بياناتها وكده. وان شاء الله يعني نعمل العدد ده مع الوقت باذن الله ومع التزام الناس، وان شاء الله يخرجوا بالشكل اللي مشرف اللي يليق باسم مصر والنادي الاهلي. يكون في نتكلم على زياده اعداد اكتر واكتر يعني. لا احنا الجماهير احنا نازل على الموقع الرسمي دلوقتي طريقه التسجيل، وهتكون باولويه الحجز لان احنا في عدد معين اولويه الحجز، وهي مجانا للناس يعني بس بيسجلوا، احنا عاملينها فري خالص. وعندنا على الصعيد الاخر اعضاء الجمعيه العموميه برضو ليهم عدد بالكارنيه العضويه برضو فري، بخلاف بقى الدعوات اللي عندنا للجاليات وخلافه يعني. فان شاء الله يعني باذن الله يعني كل بنطلبه منهم انه يكون في التشجيع المثالي للنادي الاهلي اللي ما يخرجش عن النص، ويبقى جايين عشان نشجع النادي الاهلي ونكسبه البطوله زي ما انت قلت، مش اكتر يعني. ان شاء الله يعني في الحفل افتتاحها تكون حفل هتبقى حاجه بسيطه بس هتكون فكره جديده ان شاء الله يعني تعجب الناس باذن الله. وبرده عاملين فيلم كده للطايره سيدات، يعني برده ان شاء الله يكون حاجه ظريفه وثائقي يعني لتاريخهم في النادي الاهلي. وبرده عندنا طبعا بما انك ذكرت الشباب، فعندنا طبعا عدد كبير جدا من الشباب مشارك معانا فوق 80 يعني من ولاد وبنات من الشباب الجميل جدا، كلهم ولاد النادي واعضاء النادي الاهلي مشاركين معنا سواء في اللجان كاعضاء لجان او كمتطوعين مثلا في لجنه المراسم الحفل الافتتاح او في لجنه المرافقين اللي بيبقوا مرافقين مع الفرق. فهم ماشيين بشكل مشرف بصراحه جدا كلهم يعني.